أيام فقط ويكون عدد من أبناء محافظة الحديدة قد أكملوا عامهم الأول داخل سجون الميليشيا. فما أن وطئت توريات الحوثيين أرض المدينة حتى هرول أفرادها للإمساك بكل من خرج ضد الميليشيا أو تحدث ضد مشاريعها أو تضامن مع سجين آخر قبل أن يلتحق به. وقبل أن تكون سجون المحافظة التابعة للجهات الأمنية قد امتلأت، أخذ السجناء إلى أماكن أبعد وإلى سجون لا يسمعون فيها وقع أقدام من يعرفونهم. قبل أيام تداولت مواقع الأخبار ما مفاده أن الميليشيات تخرج السجناء إلى باحات مخصصة للإعدام وتعودهم إلى الزنازين كنوع من التهديد بالقتل. قالت المواقع إن عددهم 250 سجينا لا أحد يعرف عنهم الكثير غير سجانيهم الذين يلوحون لهم بعصا الموت ودنو الأجل. تدور شكاوى أقارب السجناء في المحافظة حول منعهم من الزيارات وحرمانهم من معرفة المكان الذي يوجد فيه أقاربهم، ما يزيد من مأساتهم ويبعث بداخلهم سؤالا دائما عن لقاء قد يحدث أو لا يأتي مع الأبي أو الأخ أو الإبن. فسجون الميليشيا قد ضمت بين جدرانها من مختلف الأعمار ومن كل الفئات.